اهلا وسهلا، مرحبا فيكم في غرفة الجمال لسيفورا من كواليس سعودي ايدل. متحمسين؟ مبسوطين؟ الاهم مستعدين تستكشفون غرفة الجمال لسيفورا؟ يلا. حلمت وتعبت وتجرأت اني اوقف قدام لجنة التحكيم في سعودي ايدل، والحمد لله اني وصلت الى مرحلة العروض المباشرة. الحمد لله قدرت اطلع تعب الاسبوع كامل في الحلقة المباشرة. انا اول مرة وقفت فيها فوق مسرح سعودي ايدل حسيت انه الدنيا بين يدي. اكيد اللي بيوقف على مسرح سعودي ايدل ومع مرور المراحل مرحلة بعد مرحلة اكيد راح تتغير اشياء كثير في الفنان. مريت بتغيرات كثيرة من تجارب الأداء إلى العروض المباشرة، أولها كان على صعيد الشكل. لوكي تغير، شعري تغير، ميكابي كمان، أنا كان ميكابي جداً سيمبل وصار أثقل ومركز أكثر على عيوني. اللي زاد الثقة في نفسي أنه في فريق عمل قاعد يتعب علشاني. الوقفة في مسرح سعودي ايدل توتر مرة، من إضاءة، من جمهور، من لجنة، فآخر فترات فهتموا فينا سفارة وأعطتني ثقة بزيادة أكثر لما أطلع على المسرح. أنا عادةً أكثر شيء أحبه في وجهي هي عيوني، واليوم الميكب مع سيفورا بدعوا في عيوني مرة، ومرة حبيت السموكي الخفيف اللي جاي على عودي، مرة حبيت. بعد سعودي ايدل صرت أركز على جوانب كثيرة صراحة في شكلي. العروض المباشرة بالنسبة لي نقطة تحول. ومن أول ما دخلت برنامج سعودي ايدل وأنا أعتبر نفسي نجم. من الاهتمام اللي نشوفه سواء في شكلنا في مظهرنا، صراحة سيفورا انصدمت عندهم المنتجات اللي تهتم بالرجل، صراحة يعني دلعنا دلع ما قد دلعنا قبل كذا. النجومية حلم قاعد يتحقق. مع سيفورا وسعودي ايدل أحس إني نجمة من دحين.